هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل نقل الأخبار عن الله تعالى من منهج أهل السلف؟ ها؟ هل هو من منهج أهل السلف اللي هو الإخبار عن الله تعالى؟ الإخبار عن الله بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نخبر عن الله بشيء لم يخبر به عن نفسه ولم يخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.